كبسة الفراخ بالفرن. انا ليه قايله ان هي بالفرن؟ هي الفراخ اللي هتتشوي في الفرن، مش الكبسه كلها اللي هتتعمل في الفرن. عندي فرخه متقطعه، انا النهارده ربنا كرمنا بفرختين مقطعينهم على 4 قطع، يعني عندي 8 قطع فراخ. ممكن حضرتك تبقى فرخه واحده وتقطعيها 8، ما عنديش اي مشكله خالص. طيب توابلنا بتقول ان احنا معانا ايه، او مكوناتنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ 3 معالق كبار من الصلصه، خلنجان بودر. ليه حاطه خلنجان بودر؟ علشان يتبل لي الفراخ بسرعه ويسرع لي التسويه بتاعه الفراخ، ما خليهاش تقعد كتير في الفرن. هتكلم عن الخلنجان بعد ما المقادير تتشال ان شاء الله باذن الله. طيب عندنا كزبره ناشفه، بهارات كبسه من اللي احنا عاملينها، وهنزل لكم مكونات البهارات. عندي كركم وعندي ملح وفلفل اسود. عندي ايه كمان في الكبسه بتاعتنا؟ عمال الرز. دي كده تتبيله الفراخ، هتبلها كلها مع بعض وهحط لها الخلنجان عشان ما تاخدش وقت في التسويه في الفرن. هسيبها تستوي في الفرن براحتها على ما الرز يستوي. طيب الفراخ بتاعتنا عشان احنا حاطين لها خلنجان هتاخد في الفرن حوالي من ربع ساعه لثلث ساعه، كبرها قوي نص ساعه عشان تبقى واخده اللون اللي احنا عايزينه. هل نص ساعه كفايه ان احنا نسوي فراخ؟ اه، بسبب الخلنجان اللي احنا حاطينه. الخلنجان دوت بيسرع التتبيله، بيسرع التسويه، بيبدا ان هو يفتت الانسجه او ان هو يدخل جوه انسجه الفراخ نفسها او اللحمه علشان يخليها ان هي تستوي بسرعه، بيديني تطعيمه في منتهى الجمال. يعني بالخلنجان اللي حضرتك شايفاه ده ممكن تتبلي الفراخ ربع ساعه بس، تيجي تاكليها تلاقيها اكنها متتبله قبلها بيوم. فده سر من اسرار تتبيله الفراخ وتتبيله اللحمه في سرعه التسويه اللي انا ما بستغناش فيها عن مطبخي بصراحه. طيب عندنا ايه بقى العمال الرز؟ عندي كيلو رز بسمتي، هم 5 كوبايات، منقوع نص ساعه. علشان ليه منقوع نص ساعه؟ علشان ياخد معايا على النار ربع ساعه بالظبط، ربع ساعه تسويه تلاقي الرز مستوي. وده بنحسبه مع بعض بالساعه مع حضراتكم وهتشوفوه معايا. عندي بصل مفروم، فلفل حامي مفروم، جزر مبشور، صلصه، ومعايا سمنه روابي طبعا بطعم القشطه اللي هتاخد لنا الكبسه بتاعتنا في حته تانية النهارده خالص. طيب هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا حلقتنا. زي ما قلت لكم هنستخدم سمنه روابي بطعم القشطه في عمايل الرز وعمايل الفراخ. المنيو لسه قدامنا، كبسه الفراخ بالفرن. الكبسه ديت ليها توابل معينه، التوابل بتاعتها لسه موجوده على الشاشه اهي. عندي قرفه خشب، 2 لومي، بهارات كبسه، زعفران بودر، حبهان بودر، وكركم وملح وفلفل اسود. دي مش بهارات الكبسه، دي التوابل اللي احنا هنحطها في الرز. دي التوابل اللي احنا هنحطها في الرز. طيب توابل الكبسه هتنزل معانا، يلا بينا. لا التوابل نفسها، بهارات الكبسه نفسها، مش الكبسه كلها. بهارات الكبسة، تسلم ايديكو. عندي لومي، عندي لورا بودر، عندي كمون حب، كزبرة حب، وعندي فلفل اسود حب. كل التوابل بتاعتنا او بهارات الحب لازم تاخد تحميصة على النار عشان تديني نتيجة افضل معي. عندي ايه كمان في بهارات الكبسة؟ بسم الله. عندي قرنفل بودر، قرفة بودر، زنجبيل بودر، وحبهان بودر، وكاري، وكركم، ورشة ملح. رشة الملح الأخرانية اللي أنا حطها في التوابل دي بحطها في كل التوابل اللي احنا بنعملها. ايه فايدتها؟ ان احنا بنحفظ بيها التوابل، مش ان انا باخد التمليحة او الحياء بتاعها، لا انا بحفظ بيها التوابل عشان ما تعطنش، وعشان ما توبرش، وعشان ما تعملش وبرة من فوق الوش كده، وعشان ما تكتلش. فرشة الملح ديت في اي توابل بتعمليها في البيت مهمة جدا. يلا بينا دلوقتي نبدا الحلقة بتاعتنا، ونفتح علبة السمنة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده قلت لكم ان وصفتنا عاملينها بسمنه روابي بطعم القشطه. عندي هشتغل في حاجتين في وقت واحد، ايه هما الحاجتين اللي هشتغل فيهم؟ الفراخ والرز. انا مش عايزه الكبسه، حد هيقول لي يا نونا ده هي بتاخد وقت كبير جدا في العمايل وتسويه رز وتسويه فراخ، مفيش الكلام ده. انا النهارده هخليكي تعملي الكبسه كبرها قوي تلت ساعه. تلت ساعه امشي بنفس الطريقه اللي انا هقولها او بنفس الخطوات اللي انا هعملها، تلت ساعه وتكوني عامله الاكل. شفتي بقى في اقل من تلت ساعه ان انت تعملي كبسه فراخ؟ اكيد مفيش. طيب نسمي بالله كده، المقادير بتاعه الرز كلها موجوده قدامنا، ومقادير الفراخ بتاعتنا اهي. طيب هبدا الاول بالفراخ عشان احطها في الفرن. الفراخ بتاعتنا مغسوله ومنقوعه ومتصفيه زي الفل جدا بالشكل ده كده، رشه ملح ورشه فلفل اسود بالشكل ده. وك سخن على النار، وهبدا ان انا انزل فيه روابي بطعم القشطه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وريحتها فعلا تجنن. فعلا لما بقول لكم ان الكبسه بتاعه النهارده هتاخدنا في حته تانية خالص، انا كنت قصدي فعلا الكلام ده، عشان روابي بطعم القشطه هتخليها غنيه. طيب حطيت هنا، وهحط الناحيه التانية كمان عشان اشتغل في الرز والفراخ مع بعض. بصوا شكلها عامل ازاي وريحتها فعليا يعني تشرفك في اي عزومه. بسم الله. هنا بالشكل ده كده هبدا ان انا اعمل كده على الوش اللي انا حطيت عليه رشه الملح والفلفل الاسود.
على الناحيه اللي فيها الجلد. بالسقف الشكل ده كده. طب انت مش المفروض هتتبليها يا نونا؟ اه هتبلها بس بعد ما تاخد الصدمه. هسيبها تاخد الصدمه. والناحيه الثانيه انا حاطه برضو روابط طعم القشطه علشان اعمل الرز. طيب هنزل بايه الاول؟ هنزل بالبصل. مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس ان هو يا دوب ياخد يدبل. رشه فلفل اسود ورشه ملح عشان يدبل معايا بسرعه. الروايح بدات تطلع ما شاء الله عليها. طبعا روابط طعم القشطه انتوا عارفين وقلت لكم قبل كده كتير ان هي بتغطي جميع البيوت او بتغطي جميع الاحتياجات بتاعت البيت. بمعنى ايه؟ ان ايا كان حجم اسرتك ايه وعدد افرادها هي بتغطي الموضوع ده. بتنزل بثلاث احجام 700 جرام ومعاها كمان بتنزل بالكيلو ونص وبتنزل بالاتنين كيلو ونص. يعني بنتك عيله كبيره او عيله متوسطه او لسه عيله صغننه فهي مقضيه جميع الاحتياجات بتاعتك. بص انا عملت ايه؟ نزلت البصل، نزلت عليه بالفلفل، نزلت عليه بصلصه الطماطم. الناحيه الثانيه الفراخ بتاعتي بتاخد الصدمه. هقلب دلوقتي وانا متاكده ان هي خدت الشكل بتاعها او اللون اللي انا عايزاه لان انا شم ريحتها حلوه قوي. بسم الله. بصوا شايفين بس الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. الناحيه الثانيه شغالين في الرز. معلقه كبيره من سمنه روابط طعم القشطه. رجعت بعد كده نزلت بالبصل، نزلت عليه برشه ملح وفلفل اسود، نزلت بالفلفل وصلصه الطماطم. ابدا انزل بالكركم، زعفران، حبهان بودر، ومعايا قرفه ولومي، ومعايا جزر مبشور. كل دوت هنزله علشان اعمل بيه الرز. طبعا ملح وفلفل اسود مش عايزين ننساه. ده كده الملح بتاع الحياء بتاع الكبسه بتاعتي. هنزل بالجزر بس انا هنزل بنص الجزر بس عشان النص التاني عايزاه لما الرز يتشرب. الفراخ عندي ماشيه تمام وزي الفل. الروايح تجنن جدا ما شاء الله. لو عندك فراخ في البيت ونازله السوق انزلي يلا بسرعه هات الرز البسمتي وابداي اشتغلي على طول. كده ليه عملت كده؟ انا اديتها صدمه، قفلت المسام بتاعت الفرخه وطعمتها بروابط طعم القشطه، وهبدا ان انا اخلص الكميه كلها وابدا بعد كده اعمل التتبيله عشان احطها في الفرن. فعلا تجنن ريحه سمنه روابط طعم القشطه، فعلا فرقه جامد جدا. بصوا شكل الرز. دول خمس كوبايات من الرز، خمس كوبايات من الرز منقوعين نص ساعه علشان ياخد تسويه ربع ساعه وبس. علشان ناخد رز بسمتي مستوي في خلال ربع ساعه رزايه تسويتها مظبوطه ما تبقاش متحصوله وما تبقاش مكسره لازم ننقع الرز نص ساعه علشان ناخد تسويه على النار ربع ساعه. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان لازم الميه تكون مغليه، الميه اللي اسقي بيها الرز يكون ميته مغليه. بصوا شكل الرزايه عامل ازاي، شايفين اللون بتاعها ما شاء الله اللهم بارك. طيب دول خمسه رز بنحط ايه؟ 10 ميه مغليين. لازم 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 10 ميه مغليين، الميه ضعف الرز على طول. هبدا ان انا اعمل الرز بتاعنا على النار تمام وزي الفل. حطينا العقد بتاعه اللي هو خمس كوبايات من الرز عليهم 10 من الميه. شايفين؟ مجرد ما بنبدا ان احنا نحط العقد بتاع الميه تحسبي ربع ساعه. ظبطت الحياء بتاعه وظبطت الميه بتاعته والحياء والملح بتاعه وتمام وزي الفل. اغطي. يعني قولوا من ساعة ما سقطت المية قولوا خمس دقايق، الساعة دلوقتي 10:27، يعني احنا كنا حاطينه 5:22 ونحط عليهم ربع ساعة 15 دقيقة، يعني 22 و15 يعني 37، يعني 10:37 هبدأ أشوف الرز. طيب
عملت ايه كمان؟ انا خلصت الصدمه بتاعت الفراخ كلها في معلقتين السمنه اللي احنا عملناهم الكبار اللي هم بتطعيمه غني. مسكت التوابل بتاعت الفراخ كلها اللي احنا عملناها وحطيت لها ملح وفلفل اسود وشويه ميه وبقت بالشكل ده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ دي التتبيله بتاعه الفراخ اللي احنا هنحطها على الفراخ بعد ما خدت الصدمه بتاعتها. يلا بينا كده. الفرن بتاعنا شغال على اعلى درجه فوق وتحت بالشكل ده. عندي صاج وهبدأ ان انا التتبيلة كده بالشكل ده كده، وهبدأ ان انا احطها في صاج واحطها في الفرن. ريحة التتبيلة ببهارات الكبسة اللي احنا عاملينها بالخرنجان اللي احنا حاطينه بكل التوابل بتاعتنا فعلا تجنن. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200 فوق وتحت كده. طبعا مديها صدمة فعشان كده مش تاخد مننا كمان وقت. القرمشة بتاعت الصدمة اللي احنا مديناها لها لما تتشوي كمان الفراخ هتبقى في منتهى الجمال بالشكل ده كده. بالشكل ده نحطها في الفرن تكمل التسوية بتاعتها وتاخد اللون الحلو اللي هي عايزاه، وبعد كده نشوف لما تطلع هتبقى عاملة ازاي. بسم الله. بالشكل ده كده. يبقى كده الفراخ بتاعت الكبسة اتعملت واتحطت في الفرن عشان تبقى عاملة زي المشوية. الرز بتاعنا تمام وزي الفل. الرز اتشرب معايا، هبدأ ان انا انقله على العين التانية وهدي النار خالص. الرز اتشرب وتمام وزي الفل، معنى ان هو اتشرب وبالشكل ده كده شوكه وباقي الجزر بالمنظر ده. واقلب. شايفين هو كده بالنسبه لي استوى وتمام جدا كده، جاهز على التقديم مع الفراخ المشويه اللي في الفراخ بتاعتنا هنا. تمام. الرز بتاعنا حطيناه في صينيه التقديم. ابدا ان انا اعمل كده. دي وصفه روابي بطعم القشطه زي ما حضراتكم شايفين كده بالمنظر ده، ما شاء الله اللهم بارك. ريحه الرز تجنن. عملنا كبسه بطريقه سهله جدا وبسيطه واسرع مما تتخيلوا. التتبيله اللي احنا عاملينها للفراخ ما خدتش معانا وقت خالص، ما خدتش وقت خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة كده تفتح النفس. عملنا طبعا منها الرز، ادينا الفراخ صدمة بروابي بتطعيمة القشطة علشان تطلع لنا مظبوطة على الشعرة. طعم غني، كبسة غنية جدا بالتطعيمة بتاعت روابي، ما شاء الله اللهم بارك. فعلا كبسة تاخدكم في حتة تانية خالص.